البلاغ، البلاغ مفوض فيه جمال الدين احمد صالح، اتاكد من المعلومه، مقدم حقوقي جمال الدين احمد صالح عشان يمثل مجلس السياده الانتقالي بكل جبروته بشقيه المدني والعسكري، ومفوضه رئيس مجلس السياده الانتقالي للاسف الشديد، للاسف الشديد. تمام، رئيس مجلس السياده الانتقالي الفريق البرهان يعني، وموقع على التفويض. نفس الزول. تمام، نفس الزول. طيب، نفس الزول. حقول حاجه واحده يا اخواننا، في زول ما عارف؟ تمام، ونفس الزول الكاتل ولدك شال لي روحه الفاتحه وقلدك حاكم بلدك رمز سياده، نفسي كتايب الظل والغل هم بامرك فضوا قياده، نفس الزول الكاتل ولدك شال لي روحه الفاتحه وقلدك يا اخواننا. معلش معلش، أنا احنا قدام يعني مرحله جديده صراحه، البلاغ رقم 2 على علمي البسيط انه البلاغ رقم 1 كان في صلاح مناع. ايوه تمام، البلاغ رقم 2 فيني انا، والبلاغ ده ما بيعنيني انا يوسف، ولانه انا يوسف ده ولا اي شيء، زول ساير كتب قصيده ومشى خلاه، لكن البلاغ ده مقصود به اي ساير واي بيت واي سوداني ما تفتح خشمك، ما تجيب سيره القياده العامه، ما تجيب سيره الشهداء، ما تجيب سيره فضل الاعتصام، ودي السياسه اللي ماشيين بها لقدام عشان يكملوا مفاهنا لقدام. نفس الزول الكتل اولادنا في القياده العامه حاليا بيعمل في نفس الحاجات، داري يسكتنا عشان نغفر، دارين يشغلونا بالجاز وصفوف البنزين وصفوف العيش عشان ننسى فضل اعتصام القياده العامه. والله 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 انا حقولها، وما ها ما بامانه ده تصريح، انا حاكتب الليله قصيده وبكره قصيده، وبدعو كل الشعراء، بدعو كل الفنانين القصيده تتغنى تتغنى وتتكتب الاف القصائد في فضل الاعتصام، ومين هنا ولا قدام الناس يا ريت تشوت في خط لانه قصه التفويض المديوري رئيس مجلس السياده لعقيد او لمقدم حقوقي يفتح بلاغ في اي زول، لو كتبت اعتصام بكره بجيبوك هنا.